صراحة البرمجة معروفة، كل فريق حتى معروفة باللي يكون فريق لما يكون في لالونسي صحيت وتجي تكسر انكاسير كيما هكذا، طبعا النتيجة راح تكون اللي يكون في لالونسي تكون سلبية صحيت، هي وتكون البرمجة اللي كيكون فيها تعطل الفريق اللي يكون الأحوال تاعو ما كانش هو اللي يقدر يرجع في، ورانا شفناها في البطولة الوطنية صحيت. الناس اللي كانوا يعني لا كورب تاعهم هابطة عاود طلعت، واللي كان حنا صرات لنا من البرمجة، حنا كنا في لالونسي ربحنا 4 مقابلات صحيت. لما جات لاكاسير هذيك دخلنا في مرحلة فراغ من بين لي دو ماتش اللي درنا فيهم. بصح حاجه اللي ناكدوا عليها ثاني هي انه شر لابد منه، يسمى الفريق الوطني تاع راح يسمى المشكل تاع الجزائر اننا حنا اللي رايحين ننظموا الشان تفضلوا بارك الله دونك تقدر لا بريوريتي اللي من تكون للتقني التقني ثاني ما تقدرش تقول تسمى في كل الاحوال في كل الاحوال البروغرام اللي راح يديروا التقنيه وراح يندار ما نقول لك ممكن ما تواصلوش يعني ما كانش تواصل بينه وبين الرابطه، بصح في كل الاحوال راح نحترموا الخيارات تاعو لانه هو اللي راح يلعب الشان. المشكل دركا عند الانديه، هي من المفروض الانديه تساعد، من المفروض انديه كما قلت انا رابطه محترفه خاصة الأندية اللي قاعدة تلعب في البطولة، كاين أندية اللي عندهم اللي الأندية اللي الملاعبين يعني اللاعبين اللي نشوفهم تاع الفريق الوطني تقريبا من 3 أندية مش من صحيت.